طريقة. هو ده الأسلوب اللي احنا دايما بنبقى ماشيين فيه. فمش عايز حضراتكم تستعجلوا، الأمور الحمد لله ماشية بشكل جيد، كل واحد في شغله، أو كل واحد لجنة التخطيط عاملة شغلها، لجنة التعاقدات هتعمل إن شاء الله شغلها عندما يتم من أنت ترسي على واحد من الموجودين، بعد كده يتم الإعلان رسميا من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي. أي حاجة تانية هتتقال مش هتبقى رسمية. يعني ممكن جدا حد يطلع يقول لك ايه، زي ما اتقال، ما هو مش اتقال قبل كده ان رامون دياز سيكون مديرا فنيا عشان تابع حساب النادي الاهلي؟ ممكن جدا، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه. فاللي انا بقوله لحضراتكم، انتظروا الاعلان الرسمي لمن سيكون المدير الفني القادم داخل قناه النادي الاهلي او في الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بس كده. هو ده اللي انا اقدر اقوله لحضراتكم في هذا الموضوع، ومش عايز حضراتكم تقلقوا، لان الموضوع ان شاء الله ان شاء الله هيكون مدير فني يليق باسم النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. وبما اننا بنتكلم على المدير الفني،